ظهر قدامكم كده المحاضرة الخامسة يا شباب. اه دكتور. احنا كنا قبل الميد تيرم وقفنا على مجموعة من النظريات، كانوا 4 نظريات اللي درسناهم، اللي هي النود والميش والسورس والسيفينال، وكان متبقي النورتون والسوبر بوزيشن. انا بس مش هعرف ارد على الكلام اللي على التيم او على الواتس لحد بس ما المحاضرة تخلص. اول حاجة نظرية النورتون دي، النورتون دي نفس فكرة سيفينال، انك عندك دايره كومبلكس وعايز تحولها لدايره سيمبل. فنورتون قال لك لا، احنا هنحولها، بدل ما نحولها لفولت سورس ومقاومه سيريز، لا انا هحولها لكرنت سورس ومقاومه بارلل، بحيث يبقى الدايره الايكوفالنت بتاعتك مكونه من كرنت سورس قيمته اي ان وريزيستنس ان بارلل اسمها ار ان، بحيث يبقى الايفكت اللي من الدايره دي اللي هو الاي والفي على اللود ده هو نفس الايفكت الاي والفي اللي من الدايره الكومبلكس دي. طيب ازاي نجيب قيمه ال ار ان والاي ان؟ اول طريقه هنعمل نفس زي ما عملنا هناك في سيفينن، ان احنا هنعمل اوبن سيركت فولتج، ان احنا هنروح على الدائره الكومبلكس ونعمل اوبن سيركت ونحسب قيمه الفي اوبن سيركت، ونروح على نفس الدائره ونعمل شورت سيركت ونحسب الاي شورت سيركت. الاي شورت سيركت في الحاله دي هو الاي ان، والار ان هي في اوبن سيركت على اي شورت سيركت. لو تفتكروا سيفينن كان الفي اوبن سيركت هي الفي 7، وكان الار 7 هي في اوبن سيركت على اي شورت سيركت، وده يؤكد ان الار ان هي نفسها الار 7. ناخد مثال على كده، الدايره اللي قدامنا دي دايره مكونه من كارنت سورس 2 امبير وفولت سورس 12 فولت و4 و8 و8 و5، عايز بتوين الاي والبي ان احنا نجيب النورتون ايكوفالنت. اول حاجه هنعملها هنعمل ايه؟ هنروح نجيب اي شورت سيركت، ان احنا هنعمل شورت سيركت على المقاومه 5 ونحسب قيمه الاي شورت سيركت. طبعا وجود الشورت سيركت بتوين الاي والبي ده معناها ان المقاومه ار 5 دي هتتلغي، وهيبقى فيه تو ميشز، الميش الاولانيه اي 1 بيساوي 2 امبير، والميش الثانيه مكونه من فولت السورس 12 والمقاومه 4 و8 و8 والخمسه دي خلاص مش موجوده، فبالتالي نقدر نجيب قيمه اي شورت سيركت. الجزء الثاني ان احنا نجيب ار نورتون او نجيب ار 7. طب عشان نجيب ار 7 كنا بنعمل ايه؟ كان في الطريقه السهله بالنسبه لنا ان احنا بنعمل حاجه اسمها دي اكتيفيشن للسورسز، ان الكرنت سورس نعمل عليه اوبن سيركت والفولت سورس نعمل عليه شورت سيركت، فعملنا اوبن سيركت هنا وعملنا شورت سيركت هنا، فبقت الدايره بالشكل ده. فبقى اما نيجي نحسب قيمه الار ان هيبقى المقاومه 8 مع المقاومه 4 مع المقاومه 8 سيريز، كل ده المفروض بارل مع المقاومه 5. فلو جينا نحسب هنلاقي ان الار ان في الحاله دي هتطلع المقاومه 5 توازي مع 8 زائد 4 زائد 8، يعني الكلام ده 5 توازي مع 20، يعني انت بتتكلم في 20 في 5 على 25 يطلع 4. وما نيجي نعمل المش ايكويشن هيبقى الاي 1 ب 2، والاي 2 دي هنحسبها عن طريق المفروض المقاومه 8 والمقاومه، يعني هيبقى 8 اي 2 زائد 4 اي 2 ناقص اي 1 زائد 8 اي 2، كل الكلام ده المفروض ما يساويش صفر، المفروض يساوي قيمه الفولت السورس اللي موجود هنا، فالمعادله دي فيها شيء مش مظبوط. المهم هتحسب الاي شورت سيركت هيطلع مثلا سي ب 1 امبير، يبقى في الحاله دي الايكوفالنت للدايره دي هيبقى فولت كارنت سورس قيمته 1 امبير مع مقاومه توازي قيمتها 4. طيب في طريقه ثانيه انك تروح تحسب ار 7 وفي 7 وبعدين تعمل سورس ترانسفورميشن للدايره. ازاي؟ ان هو هنا راح حسب نفس الاسلوب، حسب الار ايكوفالنت ان هو عمل دي اكتيفيشن، وحسب الفي اوبن سيركت، وبعد ما حسب الفي اوبن سيركت والار 7 بدا يقسمهم الاثنين ويستخدمهم، ان الار 7 هي الار نورتون والاي نورتون بتساوي في 7 ار 7. طبعا انا عن نفسي بفضل ان انا اشتغل 7 وبعدين اقلبها في اخر خطوه اعمل سورس ترانسفورميشن، بتبقى اسهل كتير. ماشي، دي نظريه نورتون. نظريه السوبر بوزيشن دي نظريه اساس وجودها او انت ما بتلجالهاش عاده الا اذا كانت الدايره فيها اكتر من مصدرين. لو فيها اكتر من مصدرين الدايره بتبقى معقده شويه فبتلجا لها. بتلجا لها ازاي؟ قال لك ان انت بتشتغل الدايره عند كل مصدر، بتشيل مصدر، يعني مثلا سي انت عندك 3 مصادر، هتسيب مصدر وتشيل مصدرين وتشتغل الدايره، بعد كده تشيل المصدر
الاول والثالث وتحط الثاني وتشتغل الدايره، تشتغل دايره تحلها يعني، تجيب التيارات والفولتات وكل حاجه، وبعد كده تشيل الاول والثاني وتحط الثالث وتشتغل برضه الدايره تجيب التيارات. المفروض لو انت عايز تحسب التيار في كل برانش هيبقى التيار اللي بيطلع لك من كل دايره من دول باتجاه. بس الطريقه دي مشكلتها ان لازم تكون السورسات كلها اندبندنت سورسز، واندبندنت سورسز اللي هي بدايره، شكل الدايره، واحنا اصلا اوريدي في الكورس بتاعنا ما شرحناش الا الاندبندنت، ماشي؟ عشان كده بيلخص الستبس بتاعتها ازاي، يقول لك تيرن اوف اول اندبندنت سورس اكسبت وان سورس، يعني هتشيل كل السورس. طب احنا بنشيل كل السورسز ازاي؟ والله لو فولت السورس بنحط مكانه شورت سيركت، لو كارنت سورس بنعمل مكانه اوبن سيركت، وبعد كده بتحل الدايره باستخدام النود او المش، بعد كده بيتريبيت الستبس دي لكل سورس، بعد كده بتشوف التوتال كونتريبيوشن اللي ايه بتاع كل اليمنت. طب نشوف مثال دايره زي دي. طبعا هي دايره زي دي مش مستاهله ان انا احلها بالسوبر بوزيشن، بس انا جايبها بسيطه عشان تسهل الفكره. السوبر بوزيشن بالشكل اللي قدامنا ده، اول حاجه هعمل دي اكتيفيشن للكرنت سورس، هو عايز الفولت على البرانش 4 او، انا هعمل دي اكتيفيشن للكرنت سورس واحسب قيمه تاثير السته بس، فلاحظ قيمه اي 1، وهعمل دي اكتيفيشن لل 6 فولت واجيب تاثير ال 3 امبير سورس واحسب اي 3. من اي 1 واي 3 دول لو جمعتهم على بعض يبقى انا جبت التيار اللي ماشي في المقاومه 4 اوم بمشاركه التو سورسز، ماشي؟ فعشان كده انا جيت هنا في المره الاولانيه لما عملت دي اكتيفيشن للكرنت سورس حسبت قيمه التيار اي 1، او حسبت في 1 دايركت بالكرنت بالفولتج ديفايدر اللي هي عباره عن 4 اللي هي الفولتج الكلي مضروب في المقاومه نفسها مقسوم على مجموع المقاومتين طلع ب 2 فولت. طيب ورحت في تاثير الكرنت سورس، يعني هعيد حل الدايره تاني، هشيل الفولت سورس واحط الكرنت سورس، هجيب بالكرنت ديفايدر قيمه التيار اي 3 اللي هو بيساوي التيار الكلي في مقاومه الفرع الاخر على مجموع المقاومتين هيطلع ب 2 امبير، هضربه في ال 4 اوم هيطلع ب 8 فولت. يبقى اذا تحت تاثير الفولت سورس لوحده كان الفولت هنا 2 فولت، تحت تاثير الكرنت سورس لوحده كان الجهد هنا 8 فولت، يبقى بالتالي تحت تاثير للتو سورسز هيبقى الفي الكليه هي 2 زائد 8 هيساوي 10، ويبقى ده السوبر بوزيشن باختصار شديد. دي مسألة تانية برضو، عندنا 3 أمبير و 12 فولت وعايزين نجيب الـ V نود. أول حاجة هنعمل دي أكتيفيشن، الدايرة بالشكل اللي قدامنا ده هو عشان يحلها أو يبسط عمل إيه؟ عمل أناليسز عادي، يعني عمل جعل الكرنت سورس هو والمقاومة دي وعمل سورس ترانسفورميشن فحولها لفولت السورس، وجعل مقاومة سيريز وال 12 فولت دول حولهم لفولت لكرنت سورس ومقاومه بارل بحيث الدايره تبقى شكلها ابسط في الحل. بعد كده رجع خد تاثير الدايره دي الفولت سورس مع المقاومه سيريز حولها لكرنت سورس ومقاومه بارل، فالدايره بقت ابسط من ان هي تتحل اصلا بتاثير ايه؟ سوبر بوزيشن، لان بقى عندي اثنين كارنت سورس ممكن اجيب التيار الايكوفالنت بتاعتهم، وعندي مجموعه مقاومات ممكن اخدهم برغل، بس هحافظ على المقاومه 8 اللي انا عايز اجيب فيها قيمه الفولت واحلها. فواضح ان لجوءك للسوبر بوزيشن ده، يعني المساله دي بتوضح ان انا لو حليت بالسوبر بوزيشن همشي خطوات كتيره، مع ان انا ممكن احلها في خطوات بسيطه. علشان كده انا عن نفسي ما بفضلش استخدام السوبر بوزيشن الا اذا انا طلبت في راس المساله، يعني انا ما بلجاش دائما للسوبر بوزيشن في الحل الا اذا طلب مني. غير كده يعني هو ده اللي انا لاحظته في الميد تيرم، ان في ناس لجأت لا السوبر بوزيشن اولا هتاخد خطوات اطول، ثانيا فرصه الخطا وانت بتجمع الطيارات موجوده وارده، لانك المفروض تاخد كل طيار باتجاهه في دايرته، فانت فكره انك تجمع طيار من دايره مع طيار من دايره ثانيه وتاخد بالك من الاتجاهات عاده بيحصل خطا فيها. فاظن ان دي يعني انا عن نفسي ما بحبش ده. ده مثال موجود في الشيت معاكم، مديني فولت السورس وكارنت سورس، بس هو طالب ان انا اشتغل سوبر بوزيشن علشان اجيب التيار في الايه في المقاومه دي. طبعا هو كان ممكن بكل سهوله احل الدايره بنود او مشو، يعني وتتحل سهله جدا، يعني لو اتحلت بالنود هتطلع معادلتين في مجهولين وهتتحل على طول، لكن نتيجه ان هو طلب ان انا احلها بالسوبر بوزيشن
فغصب عني عملت دي اكتيفيشن للكرنت سورس، بقت عباره عن اتنين لوب. قدرت احسب الاي 2 الاي 23 اللي هو انا ماشي في المقام 23 وسميته اي داش واتجاهه لتحت. بعد كده عملت دي اكتيفيشن للفولت سورس، بقى الكرنت سورس مع المقاومات دي، جبت اي 23 اوم اللي هو ده دبل داش، بقى عندي تيار في الحاله الاولانيه اللي تحت والتيار في الحاله الثانيه اللي تحت. يبقى اذا التيار الكلي هو مجموع اي 23 داش زائد اي 23 دبل داش، هيطلع بالقيمه دي. زي ما قلنا السوبر بوزيشن لا يتم اللجوء اليها الا اذا طلب صراحه. ماشي يا شباب، حد عنده مشكله كده؟ لا يا تماما. طيب ندخل في المحاضره اللي هي السته، مقدمه بسيطه عن الاي سي سيركت اناليسيس اللي هي الدوائر الاي سي او دوائر التيار المتردد. دوائر التيار المتردد اول ما نتكلم عليها لازم نتكلم على الاي سي سورس اللي هو مصدر التيار المتردد. قال لك المصدر التيار المتردد هو مصدر بيتميز بان هو متغير في الاتجاه وفي الشده، عشان كده اقول لك الترنيت ان بولاريتي اند فاري ان ماجنيتيود. يعني هو متغير في البولاريتي، يعني بينتقل من الموجب الى السالب، الى جانب ان هو بيتغير في الماجنيتيود. ده لو كان جهد. طب لو كان تيار هنلاقيه بيتغير في الماجنيتيود ويتغير في الاتجاه، يعني التيار نفسه متغير باتجاه. اشهر حاجه ممكن نمثل بيها التيار المتردد او تم اعتمادها هي الساينسويدال ويف فورم بالشكل اللي قدامنا ده. بلاحظ ان الساين ويف هي داله بتبتدي بزيرو وتوصل للقمه بتاعتها عند زاويه 90، بعدين ترجع لزيرو عند زاويه 180، بعدين تتشينج البولاريتي وتزيد في النيجاتيف لحد المينيمم عند زاويه 270، وبعدين عند 360 درجه تكون وصلت للزيرو. واحنا بنعتبر الفتره دي باسم وان سايكل، هي دوره واحده وهي دوره بتكرر نفسها بشكل دوري. شكل الفولت سورس كسيمبل بالشكل اللي قدامنا ده عباره عن دايره، وبدل كلمه موجب وسالب بيتحط شكل ما يقارب لشكل الساين ويف، وده السيمبل للاي سي فولتج سورس. وهو نفسه على فكره ممكن يستخدم للكرنت سورس، بس عاده هنستخدم شكل التيار. طيب ايه اهم ما يميز داله الساين نفسها؟ قال لك لو جينا نبص لداله الساين هنلاقيها داله بتكرر نفسها كل فتره زمنيه ثابته، فالفتره دي احنا بنسميها البريودك تايم او التايم. ايه البريودك تايم ده؟ ده الزمن اللازم لاحداث سايكل كامل. ممكن احسب البريودك تايم من بدايه الويف لنهايتها، او لو حسبته من قمه للقمه او من القاع للقاع، المهم من نفس النقطه تنتهي بنفس النقطه. يعني لو ابتديت بزيرو تنتهي بزيرو، ماشي، ابتديت بقمه تنتهي بقمه، ابتديت بقاع تبتدي بقاع. طيب ماشي. طيب مقلوب الزمن الدوري حاجه اسمها الفريكوانسي او التردد، اللي هو عدد الذبذبات الحادثه في الثانيه الواحده، اللي هو النمبر اوف سايكل بير سكند. يبقى احنا عندنا حاجتين مهمين بنعرف بيهم الساين ويف، حاجه اسمها البريودك تايم، ده التايم ريكواير فور وان سايكل، وفي الفريكوانسي نمبر اوف سايكل بير سكند. البريودك تايم بيقاس بالسكند، الفريكوانسي بتقاس بالهيرتز. طيب دي سايكل واحده في سكند واحد فلها تردد، طب تو سايكل في وان سكند يبقى بالتالي التردد زاد. طب مجموعه من السايكل بير سكند اللي هي 60 سايكل بير سكند او 50 سايكل بير سكند، يبقى معناها التردد زاد، وده التردد بتاع التيار اللي موجود عندنا في المنازل او اللي احنا بنعتمد عليه في الكهرباء، اللي هو 50 سايكل بير سكند زي ما موجود عندنا في مصر، او 60 سايكل بير سكند زي السعوديه والولايات المتحده، يعني معظم دول العالم 50 سايكل بير سكند. ماشي، عشان كده 1 سايكل بير سكند معناها 1 هرتز، 2 سايكل بير سكند معناها 2 هرتز، 60 سايكل بير سكند معناها 60 هرتز. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على بعض الخواص اللي تخص الساين ويف. بعد كده رجع قال لك في حاجه اسمها الانستانتينيوس فاليو، في حاجه اسمها البيك فاليو او الماكسيمم فاليو او الامبليتيود. الساين ويف بشكلها اللي قدامي ده، لو انت مسكت اي نقطه وعينت القيمه عندها، دي اسمها الانستانتينيوس فاليو، اللي هي الماجنيتيود اوف ويف فورم ات اني انستانت. يعني عند لحظة واحد مايكرو سكند كان الجهد ب 3.1، عند 2.5 سكند كان ب 7.07، فده اسمه instantaneous value. طب لما توصل عند الخمسة تبقى 10، العشرة دي هي البيك فاليو، يطلق عليها بيك فولتج، في كتب بتسميها ماكسيمم فولتج، في كتب بتسميها الامبليتيود اللي هي الديستانس ما بين القمة والزيرو اكسس، او ما بين البيز والزيرو اكسس.
يبقى اذا الماكسيمم فولتج هو البيك فولتج هو الامبليتيود اوف ويف فورم. طيب هو احنا اصلا بنحصل على الاي سي ده منين اصلا؟ قال لك بنستخدم حاجه اسمها اي سي جنريتور اللي هو موجود في محطات التوليد. طب الاي سي جنريتور ده فكرته قايمه على ايه؟ اصلا فكره انك تولد كهرباء قايمه على ايه؟ ارمى ان انت عندك ملف والملف ده بيتحرك في مجال. لو تفتكروا قانون فاراداي ان الاي بتساوي ان دي فاي باي دي تي، انك لو عندك ملف والملف ده بتحركه داخل مجال مغناطيسي بيتولد فيه انديوز دي ام اف. في مشكله يا شباب؟ اكمل يا شباب ولا في مشكله؟ كمل يا دكتور. لا اتفضل يا دكتور. يبقى الفكره اللي احنا من ابسط افكار الكهربائيه هي قانون فاراداي انك لو عندك ملف بيلف في مجال مغناطيسي فبيتولد فيه انديوز دي ام اف. الشكل اللي انا رسمه قدامكم ده هي ده فكره المولد بس ببساطه شويه يعني فور سيمبل يعني. فانت عندك مغناطيس هيبقى مسؤول عن المجال اللي هي الخطوط الفيد اللي هي باللون الاخضر ده. لو احنا زودنا شويه ماشي، اللي باللون الازرق ده، والكويل عباره عن كويل اسمه اي اي داش او كوندكتور اسمه اي اي داش والكوندكتور الثاني بي داش بي. لو لاحظتوا ان الكويل ده او الملف ده عمودي على اتجاه خطوط الفيض، فالملف ده لما بيبقى عمودي على اتجاه خطوط الفيض بيبقى حركه الملف في موازيه لخطوط الفيض، فمعدل القطع بيكون زيرو، مفيش معدل قطع. طيب لما يبدا الملف ده يدور عكس عقارب الساعه في الخطوه الثانيه دي في الرسمه بي، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى اتجاه حركه الكوندكتور اي اي داش عموديه على اتجاه حركه المجال، فمعدل القطع بيكون اقصى ما يمكن وبيكون في اتجاه معين لانك انت بتقطع الفلكس في النورس القطب نورس. طيب لما لو كملنا دوران هنلاحظ ان الاي اي داش نزل بقى حركته موازيه لحركه المجال، فبالتالي معدل القطع هيرجع تاني بزيرو. بعد كده لو كملنا دوران هنلاقي ان الاي اي داش هيقطع تحت الساوس تحت القطب ساوس، وهيبقى اتجاه حركته عمودي على اتجاه المجال فبيبقى ماكسيمم فاليو. يعني انت عايز تقول ان نتيجه دوران الملف ده خلال في الفراغ 360 درجه بياخد اوضاع يكون معدل القطع فيها اقصى ما يمكن واوضاع يكون معدل القطع فيها اقل ما يمكن. معدل القطع اقل ما يمكن اللي هو دي فاي باي دي تي يبقى معناها ان الانديوز دي ام اف بزيرو. طب لو معدل القطع اقصى ما يمكن يبقى الانديوز دي ام اف دي فاي باي دي تي هتبقى ماكسيمم او بيك فاليو. فبالتالي نقدر نمثل شكل الفولتج اللي بيتولد على اطراف الملف ده بالشكل اللي قدامنا ده، ان عند الوضع زيرو هيبقى الجهد زيرو. عند زيرو معنى ايه؟ معناها ان الكويل هنا عامل زاويه زيرو مع الايه؟ مع العمودي. طب هنا عمل زاويه 90 بقى ماكسيمم لان معدل القطع كبير. طب هنا رجع الناحيه الثانيه عمل زاويه 180 فبقى زيرو. بعد كده رجع عمل زاويه 270 بقى ماكسيمم بس بالنيجاتيف. بعد كده رجع لوضعه الاولاني اللي هو 360 درجه. فبالتالي ممكن بسهوله جدا امثل الجنريتد فولتج داخل المولد الاي سي بساين ويف اكوردنج للكويل بوزيشن. ومن هنا جت فكره ان الاي سي امثله بساين سويدال ويف فورم. واضحه كده يا شباب الفكره جت منين؟ تمام يا دكتور. ماشي، يبقى احنا كده عندنا قيمه الاي ام اف اللي هتتولد على اطراف المولد اللي هي بعد كده هتبقى الفولت السورس بتاعي في الدوائر، هي داله في ايه؟ في الزاويه اللي بيعملها الملف اثناء الدوران. حلو. طب السايكل دي البريودك تايم بتاعنا دي هي دي الزمن اللازم عشان الملف ده يلف لفه كامله، واللفه الكامله عندي هنا 360 درجه. طيب طب ما ادام اللفه 360 درجه يعني زي الدايره اللي هي 2 باي، فانا ممكن اخليها راديان. يعني بدل ما اخلي الالفا دي بالديجري انا ممكن اخليها بالراديان، يعني الزيرو يبقى زيرو وال90 تبقى باي على 2 وال180 تبقى باي وال2 باي تبقى 360. انا ما عملتش حاجه، انا كل اللي عملته ان انا سميت الاكس ده الفا وحطيته بالديجري وبالراديان، وانا عارف ان السايكل دي بتتم بريودك تايم قيمته تي
ده الزمن اللازم لعمل سايكل كامله او الزمن اللازم عشان الملف يلف دوره كامله. والفريكوانسي اللي هو عدد الذبذبات في الثانيه او عدد لفات الملف في الثانيه. ماشي، لو جينا نكتب شكل الويف فورم بتاع الكلام ده هنلاقي ان الاي المتولده هتساوي الاي ام اف او الاي ام ماكسيمم، خليها بقى ماكسيمم ساين الفا. طيب الالفا دي عباره عن ايه؟ هي الزاويه، زاويه الدوره. طب ما انا اصلا الزاويه دي هي ديستانس، لو انا ضربتها في السبيد، ضربت السبيد في الزمن يبقى انا جبت الديستانس. طب دي مش ديستانس عاديه، دي انجولار ديستانس، يبقى سعادتك هتستخدم حاجه اسمها انجولار فيليستي، السرعه الزاويه، لانك انت بتدور زي كما لو كان دايره بتدور فيها. فالالفا هتساوي اوميجا في تي، وبالتالي يبقى الاي هتساوي اي ام ساين اوميجا تي. طيب اوميجا تي دي هي المفروض السرعه اللي بيلف بيها الملف مضروبه في الزمن. طب لو انا شلت التي سمول دي وحطيت تي كابيتال، معناها ايه؟ معناها المسافه ضربت السرعه في زمن السايكل الواحده. طب اوميجا في تي بكام؟ السايكل دي بتخلص عند كام؟ عند 2 باي. يبقى بالتالي الاوميجا هتساوي 2 باي على تي، هو مقلوب التي ده اللي هو ايه؟ اللي هو التردد. يبقى الاوميجا هتساوي 2 باي اف. يبقى اذا يمكن التعبير عن الفولت سورس باكسبريشن اسمه اي ام ساين اوميجا تي، حيث الاي ام هي الماكسيمم فاليو او الامبليتيود بتاع الساين، الاوميجا حاجه اسمها الانجولار فيليستي بتساوي 2 باي اف اللي هو التردد وتقاس بالراديان بير سكند، والتي هو الزمن يقاس بالسكند. حد عنده مشكله لحد دلوقتي يا شباب؟ شباب لا يا دكتور تمام. طيب نبدا بقى نتكلم، هل ممكن تبتدي من الزيرو ولا يحصل شيفت؟ ممكن يحصل شيفت. ازاي يعني؟ ممكن الساين بتاعتك تبتدي قبل الزيرو اكسس، فسعادتك لما تيجي تعبر عنها بقى ما تقولش في ام ساين اوميجا تي، لا تضيف الحته اللي انت ابتديت منها اللي هي زائد سيتا. ليه؟ لانك لما تيجي تعبر عن الساين دي، لو انت هنا بتتكلم على الزيرو بتاعك، الزيرو بتاعك الساين عنده مش بصفر، الساين بقيمه. لو عوضت عن زيرو هنا بصفر هيبقى قيمه الويف فورم هي في ام ساين سيتا، وده فعلا الحقيقي. يعني الزيرو بتاعك ما هوش الزيرو بتاع الساين وين، فبالتالي لو حصل شيفت والويف ابتدت قبل الزيرو بتاعك هتحط زائد سيتا. طب لو الساين ابتدت بعد الزيرو الاكسس الخاص بيك فانت هتسميها ناقص سيتا، عشان كده الشيفت ما قبل وما بعد. فانت ممكن تلاقي الساين بتاعتك او السورس بتاعك اسمه في ام ساين اوميجا تي زائد او ناقص سيتا. زائد او ناقص سيتا معناها ايه؟ معناها ان الساين ويف بتاعك بدا قبل او بعد الزيرو اكسس الخاص بيك في المساله، لان انت في المساله هتحتاج هتبقى دايما عندك زيرو اكسس مثبته. قد يكون الفولت سورس اللي انت بتتعامل معاه بادئ قبلها او بادئ بعدها اكوردنج للسيتا اللي محطوطه وزاويتها. طيب كلام انت بتقوله كلام ظريف وكل حاجه، لكن انا جوه المساله ما ينفعش اتعامل مع الساين، انا عايز قيمه معينه. فبداوا يفكروا ان هم يجيبوا قيم، بداوا اول حاجه في الافريج فاليو، فلقوا ان الافريج فاليو للساين ويب بزيرو لان الموجب قد السالب. فقال لك خلاص عايزين نوصل فكره ثانيه، والفكره دي تكون اسهل وابسط وتدي فيزيكال مينينج بسيط. ففكروا في حاجه اسمها الروت مين سكوير. جت منين الروت مين سكوير دي؟ قال لك ما احنا لما حسبنا الافريج، طب هو الافريج بتاع اي داله بريودك عباره عن ايه؟ عباره عن واحد على تي تكامل من صفر لتي في دي تي، صح؟ مش هو كده؟ وجدوا ان المشكله ان الساين ايه؟ الساين في جزء موجب وجزء سالب. قال لك خلاص طب ما تربحها وتاخد الجذر. فهو راح رايح لقانون الافريج اللي هو واحد على تي تكامل من زيرو لتي او من تي نوت زائد تي نوت زائد تي في ام كوزاين او ساين، هي كوزاين او ساين مش هتفرق يعني. ماشي، اكتشف ايه؟ قال لك اكتشف ان الداله دي بتساوي صفر لو انت جبت لها افريج، فراح مربع واخد الجذر. ماشي، فعشان كده العلاقه دي اسمها روت مين سكوير، جذر مربع المتوسطات. سبب اللجوء لها ايه؟ ان هو لقى ان لو جاب الافريج للداله دي بيطلع بزيرو، فقال لك خلاص هربع واخد الجذر. فالقيمه دي بيطلق عليها الار ام اس فاليو،
ووجدوا فعليا او الافكتيف فاليو، وجدوا ان القيمه دي عباره عن ايه، ان هو لو مر التيار دي سي قيمته 10 امبير هينتج كميه حراره في السلك، لو راح جاب تيار اي سي قيمته الافكتيف او الار ام اس 10 هيدي نفس التاثير الحراري. ماشي؟ فالار ام اس فاليو ما هي الا الدي سي ايكويفالنت للاي سي. ماشي؟ يعني انا عندي تيار دي سي قيمته 10 مررته في سلك ادى كميه حراره معينه، رحت جايب ساين ويف انا مش عارفها وقعدت ازود واقلل فيها، لقيت علشان تديني نفس كميه الحراره لازم يكون الار ام اس فاليو بتاع الساين ويف دي 10. عشان كده الافكتيف فاليو بيعرفوها في الكتب ان هي ايكوال ذا دي سي فولتج ذات بيرديوس ذا سيم اماونت اوف هيت ان ذا ريزيستنس از داز ذا ساينسويدال فولتج، اللي هي تعطي نفس قيمه الحراره بتاعتي. طب الساين ويف او الكوزاين بتاعتي الار ام اس فاليو، ما تيجي تعمل بروف للعلاقه دي هتلاقي ان الفي ار ام اس بتساوي في ماكسيمم على جذر 2. ماشي يا شباب؟ يبقى باختصار الاي سي هو ساين، الساين عشان اعبر عنها هاخد الماكسيمم الامبليتيود اقسمه على جذر 2 يديني الار ام اس فاليو. تمام يا شباب؟ ده اكزامبل هيوضح القصه خالص. ده ساينسويدال فولتج قيمته 5 ساين 4 باي تي ناقص 60. بيقول لك ايه؟ احسب قيمه الامبليتيود الفيز الفيز شيفت، يعني يقصد الانجولار فريكوانسي او الانجولار فيلوسيتي البيريودك تايم الفريكوانسي. اول حاجه الامبليتيود هي الخمسه هي الفي ماكسيموم، الفيز شيفت سالب 60، الانجولار هي المفروض دي 2 باي اف، فانا اللي قدامي تي 2 باي اف. ماشي؟ بكام؟ ب 4 بار، ده الانجولار فريكونسي. طب البريودك تايم؟ ما هو التردد، هو التردد 2 باي اف بيساوي 4 بار، يبقى الاف بتساوي 2. يبقى البريودك تايم هو 1 على 2 هو نص. واضح المثال ده يا شباب كده؟ يا شباب تمام يا دكتور. ولو مجا باربعة باي ولا باتنين باي؟ لا هي المفروض اتنين باي في الاف، الاف باتنين فبقت باربعة باي. تمام. طيب ناخد مثال تاني يوضح اكتر. بقول لك انا عندي رسومات واضحة قدامي، الفيز A الساين سودال A ويف فورم B ويف فورم C، واضح ان الA بدأ من الزيرو، البي بدأ من سالب 20، ماشي، السي بدأ من 45 بس كلهم ساين. الاي الماكسيمم الامبليتيود بتاعها 10، البي 5 والسي 8. هو بيقول لك اعمل لي اديني الاكسبريشن او الانستانتينيوس فاليو عند زاويه 90، عايز الانستانتينيوس فاليو عند زاويه 90. اول حاجه لو احنا بنتكلم عن ويف فورم ايه، الاكسبريشن بتاعها هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن في بي او في ماكسيمم ساين ثيتا، ده الاكسبريشن الطبيعي. طب الفي بي بكام؟ ب 10، هتبقى 10 ساين ثيتا. هو بيقول لك انا عايز عند 90 فعوضت 90 فطلعت عند 90 بتساوي 10 فولت. طيب الويف بي، الويف بي بادئه متاخر شويه ماشي، فحطيناها في زائد، فهتبقى الفي بي ساين ثيتا زائد 20. طيب الماكسيمم بتاع بي بخمسة، فهتبقى 5 ساين ثيتا زائد 20، هو عايز عند 90 حطينا ب 90 ماشي، فطلع الفي بي. طيب الفي سي، واضح ان الفي سي بدأ متاخر شويه ماشي، فالفي بي هتساوي الفي سي هتساوي الفي بي ساين ثيتا ناقص الايه؟ ال 45 ماشي، هيطلع الكلام ده بيساوي البيك بتاعتنا في الحاله دي بتساوي 8، فيساوي 8 ساين 90 ناقص 45 يطلع بالقيمه بتاعتنا. تمام يا شباب؟ حد عنده سؤال؟
تمام يا دكتور. كده احنا خلصنا الانستانتينيوس فاليو والتايم دومين والقصه دي. عشان اتعامل في المسائل محتاجه اتعامل مع الفيزو بقى. ايه الفيزو ده بقى او المتجهات؟ قال لك هي عباره عن كومبلكس نمبر بتمثل فيه الامبليتيود والانجل بتاع الساين ويف. يعني الساين ويف لما جينا اي ساين ويف اتكلمنا عليها من شويه كانت عباره عن امبليتيود اسمه في ماكسيمم وكانت عن زاويه اسمها سيتا، صح؟ يعني انت عندك قيمه واتجاه. عشان تعبر عن القيمه والاتجاه محتاج تتعامل مع الفيزور، فهنتعامل مع الكومبلكس نمبر. ايه الكومبلكس نمبر دي؟ الكومبلكس نمبر لها ثلاثة فورم بتعبر بيهم، يا اما ريكتانجولار فورم انك تقول اكس زائد جي واي، هي جي دي عباره عن ايه؟ عن جذر ماينس 1 سكوير ماينس 1. الاكس ده ريال بارت، الواي ده الايماجينري بارت. فكنت بتاخد الاكس على ريال اكسس والواي على الواي اكسس على الايماجينري اكسس، يبقى انت كده مثلته كريكتانجولار فورم. قال لك طب ما كان في حاجه ثانيه اسمها بولار فورم، ما انت وصلت للنقطه دي. طب البولار فورم دي ازاي؟ قال لك هي عباره عن ماجنيتيود قيمته ار وزاويه اسمها فاي مع الايه الاكس اكسس او ريال اكسس. كان في اكسبوننشال فورم، قال لك نفس البولار فورم ده بيتعبر عنه باي اس جي فاي. ماشي يا شباب؟ الار دي اسمها الماجنيتيود، الاكس دي ريال بارت، الواي دي الايماجينري بارت، الفاي دي الفيز انجل اوف زد. عشان كده ممكن نمثل ده كله هو عباره عن اي زد بتساوي اكس زائد جي واي اللي هي ار وزاويه فاي. في نظريه كان اسمها نظريه ديمواف اللي هي كانت ار اي اس جي فاي، ده الاليور فانكشن، كانت بتساوي ار كوزاين فاي زائد جي ساين فاي. دي كلها تعبير عن الاعداد المركبه، والاعداد المركبه في الواقع بتعبر عن معيار وزاويه، ماجنيتيود وانجل. طب ايه علاقه الكلام ده بالفولت السورس اللي انا بتكلم عليه من شويه؟ قال لك نفكر مع بعض. هو انت سعادتك مش اي اس جي فاي هي كوزاين ماينس او ناقص جي ساين فاي؟ ايوه صح. لو سعادتك عايز الكوزاين فاي لوحدها فهتقول انا عايز الريال بارت بتاع الاي جي فاي، ولو سعادتك عايز الساين فاي لوحدها هتقول انا عايز الايماجينري فاي بتاع الجي فاي، صح؟ مفيش مشكله. قال لك طب نمشي واحده واحده. الداله اللي اسمها في ام ساين اوميجا تي زائد فاي دي، مش انا ممكن اعبر عنها بايماجينري بارت الفي ام اي اس جي اوميجا تي زائد فاي؟ انا ما عملتش حاجه، انا عبرت زي ما هو فوق متعبر كده ان الساين فاي بتساوي الايماجينري بارت بتاع الايه الاكسبوننشال جي فاي. انا هقول ان في ام ساين اوميجا تي زائد فاي هي الايماجينري بارت بتاع الفي ام اكسبوننشال جي اوميجا تي زائد فاي، ما عملتش حاجه. طيب ايه اللي هنعمله تاني؟ قال لك هفك الفاي لوحدها والاوميجا تي لوحدها، ماشي مفيش مشكله. فهيبقى الايماجينري بارت هيساوي في ام اي اس جي فاي في اي اس جي اوميجا تي، مفيش مشكله. هاخد في ام اي اس جي فاي دي واسميها في كابيتال، ماشي؟ بس. وهاخد الفي دي بره لوحدها بقى، ليه؟ هعبر عنها بالبولر فورم. هي جوه هنا دي حاجه اسمها التايم دومين، يعني هي جوه الاكسبريشن ساين اوميجا تي زائد فاي، يعني هي الحته دي ده اسمه التايم دومين. ده بيبقى صعب ان انا اتعامل معاه في المسائل، انا عايز احولها لحاجه اسمها الفيزور دومين، ماشي؟ او الفريكوانسي دومين. هاخد الفي بس دي هتبقى بي ام اي اس جي فاي. الله، ما هو الفي ام اي اس جي فاي احنا لسه عارفين ان هي في ام وزاويه فاي اهي من هنا، مش الار وزاويه فاي هي الار اس جي فاي؟ هو ده اللي انا عملته هنا، في ام اي اس جي فاي هي في ام وزاويه فاي. يبقى كده الاكسبريشن اللي انا لسه بتعامل معاه ان في ام ساين اوميجا تي زائد فاي يمكن تحويله لفي ام وزاويه فاي. يبقى انا كده اتنقلت من التايم دومين للفيزر دومين. الفيزر دومين ده بيتعامل مع كومبلكس نمبر بقى، فبالتالي انا هربت من حكايه الساين وهربت من التايم دومين وهربت من الديفرنشال ايكويشن، لان انا عشان احل مسائل فيها الكلام ده هخش في الديفرنشال ايكويشن، لا انا مش عايز اخش فيها، ان انا هربت للفيزو دومين. يبقى بالتالي الفولت سورس ممكن اديهولك على هيئه 5 ساين اوميجا تي زائد 60، او ممكن اديهولك 5 وزاويه 60 على طول واريح نفسي. في مشكله كده يا شباب؟ ممكن اخد الحته دي تاني يا دكتور من اول جيزن كده؟ من اول ايه؟
نقول السطر اللي قدام جيفن. ماشي. احنا لو عندنا فولت السورس اسمه في ام زائد فول، مش ممكن اعبر عنه بقليو اكويشن انه يبقى الماجر بارت لفي ام اي اس جي اوميجا تي زائد فاي؟ في مشكله كده؟ اه كده تمام. هفك الاكسبوننشال، هو اكسبوننشال اس سوبر سكريبت 2 اس مجموعين هفكهم اضربهم في بعض، يعني اي اس جي اوميجا تي زائد فاي هفكهم لترمين اي اس جي فاي مضروب في اي اس جي اوميجا تي. تمام ماشي. انا عايز اهرب اصلا من التايم دومين، فهخلي الاي اس جي تي لوحدها اوميجا تي لوحدها مش هاجي همتها، وهسمي الفي ام اي اس جي 5 في في، دي اللي انا عايزها، دي اللي انا عايز اتعامل معاها، هاخدها بره. الفي دي بتساوي في ام اي اس جي 5 صح؟ تمام. من الشريحه اللي قبل كده او السلايد اللي قبل كده انا عارف ان ار اي اس جي سيتا هي ار وزاويه سيتا، فبالتالي الفي ام اي اس جي فاي هي في ام وزاويه فاي. يبقى انا طلعت من عند سطر الجيفن ده الحاجه اللي اسمها في ام ساين اوميجا تي وزاويه فاي يمكن تحويلها لفي ام وزاويه فاي. يبقى انا دلوقتي لما اجي في المساله اقول لك انت عندك سورس قيمته 5 ساين اوميجا تي زائد 60، بسهوله هتقول هو عباره عن 5 وزاويه 60، لان التايم دومين وجود الساين اوميجا تي في الموضوع هيدخلك في حاجه اسمها الديفرنشال ايكويشن عشان تحل. انا مش عايز اخش السكه دي، انا عايز اخليني في المنطقه الاسهل، فروحت متنقل من حاجه اسمها التايم دومين لحاجه اسمها الفيزر دومين. تمام كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. ده هيستدعي ايه بقى؟ ان انا روحت الفي ام وزاي فاي، هيستدعي ان انا اراجع الكومبلكس نمبر لان انا محتاجهم. هو الكومبلكس نمبر كان فيه مراجعه؟ كان في صوره اسمها ار اكس وار وزاويه فاي وار كوزاين، كان ممكن تحول من واحده للثانيه، تحول من الريكتانجولار للبولر. ازاي؟ ان الار هي جذر تربيع الاكس تربيع زائد واي تربيع، والفاي تان ماينس 1 واي على اكس. عرفت الكلام ده ازاي؟ من المثلث اللي قدامنا في الرسمه. ما انت مثلت ريال وايماجري اكس وواي وقفلت عليهم بالبولر ار وزاويه فاي، فلو عايز تجيب الار هي جذر التربيع الاكس تربيع زائد واي تربيع، ولو عايز تجيب الفاي هي تان ماينس 1 واي على الاكس. ده لو انت عندك الريكتانجولر وعايز البولر. طب لو عندك البولر وعايز الريكتانجولر، يعني عندك الار والفاي وعايز الاكس، ما هي الاكس هي البروجكشن او الاسقاط ار كوزين فاي، والواي هي البروجكشن ار ساين فاي، فانت ممكن تحول من الريكتانجولر للبولر او من البولر للريكتانجولر. طب ليه؟ قال لك لان الجمع والطرح الريال والايماجيني اسهل، الريكتانجولر اسهل. ليه؟ لانك لما بتجمع عددين مركبين مع بعض بتجمع الريال مع الريال والايماجيني مع الايماجيني، ولو بتطرحهم بتطرح الريال من الريال وتطرح الايماجيني من الايماجيني. ماشي. طب لو بتضرب عددين مركبين في بعض، قال لك لا البولر اسهل. ليه؟ بتضرب المعيار في المعيار وتجمع والزاويه في الزاويه، ولو بتقسم بتقسم الماجنيتيود على الماجنيتيود وتطرح الزاويه من الزاويه. طيب لو عايز تجيب مقلوب عدد مركب بتحط سالب للزاويه، يعني عندك ار وزاويه فاي عايز مقلوبها، يبقى واحد على ار وزاويه سالب فاي، علشان كده واحد على جي هي عباره عن سالب جي. ماشي. طيب الكونجكت لو انت عايز تجيب المرافق اكس زائد جي واي، يبقى المرافق بتاعها اكس ناقص جي واي، او تحط سالب للزاويه. طب لو عايز تجيب جذر العدد يبقى جذر الماجنيتيود وتقسم الزاويه على 2. دي كلها العمليات المصاحبه للكومبلكس نمبر. اعتقد انتوا درستوا الكومبلكس نمبر قبل كده ولا ايه؟ يا شباب. ايوه يا دكتور درسناها. فدي مراجعه سريعه عليها. ده اكزامبل 3 ده بقى عباره عن ايه؟ ده المفروض هيبقى الريبورت الثالث. ماشي. مديك اي وفي على شكل ساينسويدال وعايزك تحولهم لفيزو، تقالي سهله ولا ايه؟ لا سهله. طيب بعد كده مديك فيزو وعايزك تحولهم تايم دومين، سهله ولا مش سهله؟ ها
ايزر وحولوه لتايم دومين صح؟ لا سهلة برضو مفيهاش حاجة. طيب نوحو بقى حاجة صعبة شوية، بيديك شوية كومبليكس نمبر تدرب نفسك فيهم بقى. يعني صعبة دي بقى ماليش، ما انا عايز انا مش هو انا طبعا في الامتحان مش هجيب لك حاجة بصعوبة الكلام ده عشان تبقوا فاهمين، الارقام هتبقى سهلة بإذن الله، بس انا عايزك بس ايه، انت دلوقتي قاعد بتذاكر، فبدل ما تقعد تقول ريال زائد ريال يساوي ماجيك، لا انا عايزك تطبقه عملي في مسألة. ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور. فاخر صفحة في السلايد ده، دي ده المفروض ريبورت رقم 3. ماشي، هندي طبعا زي ما تعودنا هندي اسبوع لتقديم الريبورت ده، هيبتدي طبعا ايه يعني بعد المحاضرة هرفع لكم اللينك بحيث كل الناس تبعت عليه بإذن الله. ماشي يا شباب؟ في اكزامبل محلولة دكتور نفهم منها في الكومبلكس نمبر؟ اه لو ساعدتك دخلت على الريفرنس اللي انا رفعه اللي هو نيلسون. تمام ماشي. هتلاقي أمثلة محلولة، وهتلاقي في آخر الكتاب قواعد كمان، بس أنا ما كنتش يعني، أنا عايزك أنت تجرب بالقواعد اللي فوق ده، أصل ده مسائل رياضة عادية. يعني أنت مثلا نفكر مع بعض يا باشمهندس، أنت عايز 40 وزاوية 50 زائد 20 وزاوية سالب 30 تحت الجذر، أنت عشان تجمع عددين الأسهل يبقوا العددين ريال وإماجينري، يبقى لازم تحول 40 وزاوية 50 لريال وإماجينري. إزاي؟ هيبقى 40 افتح قوس كوزين 50 زائد جي ساين 50، وتحول ده كمان لريال وإماجينري هيبقى 20 كوزين سالب 30 زائد جي ساين سالب 30، بقى عندك ريال وإماجينري. هتجمع الريال والإماجينري مع بعض والريال والإماجينري مع بعض، هيطلع لك عدد جديد. عشان تجيب الجذر لازم يبقى بولر فورم، هتقوم الريال والإماجينري نطلع لك تجيب له البولر فورم اللي هو الجذر التربيعي للريال تربيع زائد الإماجينري تربيع، والزاوية تان ماينس 1 اللي الإماجينري على الريال حولتها الماجنتيود وزاوية، عايز تجيب لها الجذر تقسم المعيار على 2، سوري تجيب الجذر للمعيار وتقسم الزاوية على 2 بس. يعني هي المسألة هي مجموعة القواعد اللي فوق دي بس ملخبطة ببعضها مش أكتر، بس انت هتحط في ذهنك قاعدتين مهمين. ايه هما؟ اي حاجة تخص الجمع والطرح لازم العدد يبقى على هيئة ريال والمجرد، واي حاجة تخص الضرب والقسمة والجذر لازم تبقى بولر فورم اللي هو ماجنيتيود وانجل. لو حطيت القاعدتين دول في دماغك خلاص الدنيا هتبقى سهلة. اقول تاني؟ لا تمام يا ماشي، حاولوا فيهم. انا بص يا باشمهندس، انا مجرد المحاوله عندي مفيش مشكله، حاول واغلط مفيش مشكله، وانا هنزل لكم الحل بتاعهم. ماشي. ممكن يا دكتور تنزل بس المحاضرات اللي هو المحاضره 5 و6؟ هرفعهم حالا اول ما اخلص، وهنزل الفيديو وارفعه على اليوتيوب بقى ما تقلقش. نزلك يا دكتور. انا كنت مسلم الريبورت 1 على اللينك القديم، بعدين اللينك ما كانش شغال وانت نزلت لينك تاني. وحضرتك قلت اللي سلم اللي سلم مره خلاص ممكن ما يبعتش تاني. لا ما هو اللينك الاولاني اصلا اتعمل له ديليت اساسا، فما فيش حاجه وصلت منه، وانا قلت اللي بعت على اللينك القديم يبعت على الجديد. ابعت على الجديد تاني يا باشمهندس، انا ما قفلتش اللينك بتاع ريبورت 1 و2 لسه مفتوحين. اصل انا كنت سلمت على اللينك اللي ما اشتغلش ده وما سلمتش تاني، فجيت ببص في الدرجات لقيت ان انا مش مسلم شيت واحد. انا قلت لك اهو، ما هي المشكله ان انا قلت ان اللينك القديم ده مش شغال، فانا ما خدتش منه داتا. يعني ابعته تاني؟ ابعته تاني يا باشمهندس. ماشي حاضر، شكرا يا دكتور. حد له استفسار يا شباب؟ كده انا مطلوب مني دكتور بعد اذنك ارفع المحاضره بي دي اف وهرفعها على اليوتيوب. حاجة تانية مطلوبة اعملها؟ في حاجة تانية انتوا طالبونها؟ عشان بس انا هبنسى يا دكتور بعد اذنك لو سمحت، هو اللي عايز يستفسر بس عن الغلط بتاعه في الميد ترم افتح الورقة يعني اشوفها عادي ولا ما ينفعش؟ والله يا باشمهندس انا في الطبيعي لما كنا فيس تو فيس انا كانت المحاضرة اللي بعد الميد ترم بجيب الورق واوزعه عليك،
بس انا دلوقتي مش عارف هم طالبين الورق في الكنترول، هل انت ممكن تروح تشوف في الكنترول؟ انا مش عارف، لكن انا عشان انا معايا 200 ورقه هرفعهم ازاي على النت؟ صعب جدا يعني. انا فاهم. لا انا كنت اقصد يعني عشان كنت يعني حاسس ان انا حلل وجاب درجه برضو فاللي ماشي. انا بص انا هرفع الحل فانت هتشوف الحل اولا، وانا كده كده ربنا ييسر انا هودي الورق الكنترول. امكانيه بقى انك تشوف الكنترول دي اعتقد انك ترجع لهم هم، لكن انا الطبيعي ان انت لازم تشوف طبعا، لان وارد جدا ان انا اكون غلطت في الجامعه يعني مفيش مشكله. هي كانت الفكره واحنا فيس تو فيس كانت الامور اسهل شويه. ماشي يا شباب. طب يا دكتور ماشي في السكشن، ما هو الورق انا هديني المعيده يعني. ما هو المشكله يا باشمهندس انتوا كام واحد، انتوا كام جروب؟ يعني انا مثلا سي انا بدي 3 محاضرات مثلا ماشي،